مبلغ 247 مليون 817,916.73 درهم فيما يخص المداخل، اما المصاريف فبلغت 199 مليون 529,400.45 درهم. المداخل بالنسبه للجزء الاول سير سجل ما مجموعه 61 مليون 880,424.61 درهم. الجزء الثاني استثمار بمبلغ 66 مليون و 455.10 درهم. بالنسبه للميزانيه الحسابات الخصوصيه بمبلغ 19 مليون و 482,483. فيما يتعلق بالمصاريف، الجزء الاول تكسير سجل ما مجموعه 161 مليون و 88,424 درهم. في الجزء الثاني الاستثمار سجل ما مجموعه 22 مليون و 23,926 درهم. بالنسبه للميزانيه في الحسابات الخصوصيه بمبلغ 15 مليون و 625,449 درهم. يتضح ان ميزانيه جماعه النظور برسم السنه الماليه 2022 قد حققت فائضا ماليا اجماليا يقدر ب 48 مليون و 288,518 درهم، مقسمه على الشكل التالي: الجزء الأول 21 مليون و 194,328 درهم، في الجزء الثاني الاستثمار 23 مليون و 237,156 درهم، في الحسابات الخصوصية 3 مليون و 857,033 درهم، وعليه فإن الفائض الواجب برمجته هو 18 مليون و 418,666 درهم، وذلك بعد احتساب الاعتمادات المنقولة المتعلقة بميزانية السير والتي تبلغ 2,775,662 درهم. وقد قدم مكتب المجلس البلدي للجنة المقيمة بميزانية والشؤون المالية والبرمجة اقتراحا بشأن برمجة الفائض المذكور وبعد دراستها وافقت عليه. داخل السيد الرئيس ابريل مهم ديال الهنديه سورتو لو سونتر فيل كان شكايات عي زي تاكسيات ولا زي مواطنين مشي القانون دانيتا ولكن يوم 15 سبتمبر يتسد الطروبين الصباح يتفتح الحفار هذا غير معقول بالنسبه لدنيا تصل شكايات السيد الرئيس زي المواطنين بعض الاحيان توقع الناسين لي ترافو، لي ترافو صورت شركة الوامان وتفرقني بالتليفون. كتدعم الجمعية هذاك الجمعيات الرياضية، وكنهو بعد بهذه القيمة الكبيرة ديال هذا الدعم، ما فيها باس نطلبو حنايا نطلعو زعما هذه القيمة ديال الدعم. السؤال ديالي هو تقييم ديال هذا الدعم، على أي أساس كيكون تقييم ديال هذا الدعم هذا؟ خصوصا كنلقاو بانه دي مونتو ديفيرون هنايا كنعرفو غير المعايير المتبعه لتقييم هذا الدعم وشكرا. كل انسان سمجو الله غادي يكاين واحد السيف ما ذكر قبل الجماعه برسم سنه 2022 اختصاص السنان اللي على الفائده تجي الفائده اللي هو حقيقي غير ماشي في ليكسبيرونس هذا اللي ولا يعدون توفائض البروغرام يدرج الفائض اللي هو وهمي ميمي لحقاش مارا لي ديبونس اوبليغاتوار المصاريف الاجماعية تقديمات مارا ونصنص ونجد مثال معناتها فاكتور مهم ليس 3 مليار عام توسط السنة مليار و 500 مليار و 500 مليار زي ما تقول يحملني شغل كاروت تقال الفائض من 700 مليون الوغ كو نجم الفائض اللي يجي من ان اكسيدون هو فيكتيف أما اللي هو فائض ليس فائض اللي هو حقيقي يعني اللي جانيش كلشي خص يعني كلشي خص نسينا نخرج على 100% دونك هو يجب شو دونك غادي نقيت خص نورمالمون خص ازيس نو غادي نشري مرة وخص نشوف السي محمد بالنسبة للبروغراماسيون ديال فائضة بالنسبة 11 مليون درهم الرئيس الشعب مليح اصلا فيزا زيس سونتر بي أتمنى شكرا رئيس إن شاء الله في الشهر.
اساس التخصيص من بعد يوم 2011 مليون اول حاجه على اساس انه هو مرتبط بجناء الطرقات. هذه الطرقات احنا حددنا انه النقطه المواليه للنقاش في الاعمال غادي نوصل للتشخيص وديال التحيه غادي نحددوا لكم الشوارع اللي خصها بالنسبه للهيكلات وبالنسبه للطرق المرتبط بالصرف الصحي وايضا المرتبط بالمسائل الاخرى اللي هي مهمه جدا على مستوى الطرق. نحن حددنا وان كان على مستوى المقاديم وعلى مستوى انه تدخل هذه الجامعه فيها يمكن تخدم في بعض الحالات اخرى الى الجنه كامل بطريقه المقابله الشرعيه باش نجندوا باش نوفروا الاعتمادات لانه بعد من الاطار ديال الجامعه وهذه السي لافراوي كيعطينا واحد التشخيص كلي بالمناسبه كنشكروه في وجه البلاد. من ثم غادي ندير واحد الجنه اخرى على مستوى تحديد الشوارع او الازقه او كل مهم مرتبط بمساله هذه اعاده الهيكله او بناء مجموعه من الطرقات. لا نحكم اعضاء ككل كمجلس ككل اذا راك حاب نقول لك حاب نقول لك اولويات ما يتعلق بالطرقات هي اساسيه ومهمه. غير ما نقول لحد الان احنا حددنا مستوى الاعتماد المخصص كجماعه ترابيه في التدخل ديالها 11% درهم. مرحله ثانيه غادي نتخدموا باش نبحثوا على شركاء اساسيين اللي نخلطوا معنا في الاطار باش نوفروا اعتماد مهم جدا وندخل على ذلك ونكونوا لجنه اللي هي تكون فرصه لجميع الساده المستشارات والمستشارين نحكموا على ونحددوا هذه الشوارع اللي تعتقد ان يمكننا ندخلوا فيها في اطار اصلاحها واعاده بناء الطرق. الوقت باش نكونوا واقعيين كنشوفوا هذه المناسبه تدخل السلطه المحليه على مجلس العالي فيما يتعلق بالبنية التحتية خصوصا في الأهداف على المصرف الصحي اللي كانت واحد العائق على مستوى مجموعة من المراحل وخير من اللي كان في الأعمال الأولى لأنه كانت أثناء غير فترة ديال التعقيد الأمطار إلا كان مدينا واحد مجموعة من الفيضانات لأنه على مستوى القنوات هي قنوات متتابعة على مستوى الفولت ديال القنوات اللي هو صغير يعني تدخل مشكورين الاخوان ديال الوكاله المستقله لبناء الصرف الشرقي السعيد تحولناه الى قنوات كبار اللي يمكن يستوعبوا باش نحدوا من الفيضانات اللي كتوقع في وسط المدينه خصوصا المنطقه اللي كنا معروفه هي المنطقه ديال المغلوب على مستوى ديال الايبولات على مستوى ديال المستشفى الحسني وايضا على مستوى ديال التكوين الفضائي وايضا على مستوى ديال الفيل او بن حسن اللي هو في مصر الى بي باباس. هذه المناطق دخلوا فيهم الميزانيه اللي كانت فقط غير مستوى بي باباس كانت 19 مليار ونص على مستوى الكره الصحيه سواء على مستوى الشارع الرئيسي او المتفرعه منها من ناحيه الازقه كذلك يعني كل فائش ماليه على مستوى تدخل الجامعه الترابيه والوطني للفلسفه في السوق الاقتصادي اكثر من 40 41 مليون درهم يدير مع البلاير الاولمبيه يعني هذه الاشغال هي مهمه جدا نتفهم على مستوى انزعاج المواطنين اللي يتعلق بهذه الاشغال خصنا نصبروا لانه في المطار غادي نبحثوا واحد البنيه التحتيه اللي هي مهمه جدا على اساس انه كانت هناك شركه متعدده على مستوى فقط كتكون التساقطات اللي هي قليله وضعيفه كيولد لنا واحد خصوصا اللي يتعلق ب البلوعات ديال الصرف الصحي كتشكل واحد الفيضان اللي كتشكل عائق على مستوى التجار او المنازل هذه فرصه مره اخرى كنشكر على المساحه الشعب الاقليمي اللي تنسيت فيه مع الجماعه الترابيه ديال الوطن ايضا لان انت الوطني باس الشغل ديال السعيد تدخل فيه وعلى مستوى ايضا كلفه رصيد الاعتماد الذات 41 مليون درهم مع المرايا الاوميه واحد الرصيد مهم جدا على مستوى الهيكله هنالك شرط اخر شرط ثالث على مستوى الاحياء الاخرى اللي تحكم به المراه وعبيد وحيد وكيف وعجاج. اذا لهذه النقطة الأشغال مستمرة، الآن وصلنا لمرحلة ديال ترميم تلك الشوارع بسبب الأشغال، والإخوان مرة أخرى تهني المهندسين ديال الجماعة، راهم كيسيروا على مستوى المراقبة وكيتبعوا هذه الأشغال، باش ما بقيناش الجماعة كانت حريصة كل حس أنه طريقة ديال السرعة في ترميم تلك الشوارع كيف كانت كيف كيولد لنا متقصف جدا كيتم اكتاف المرة الاخرى تلك
ترميم تلك الشوارع، ولكن حنايا مشكورين الاخوه المهندسين ديالنا اللي كيتابعوا باستمرار وبدقه في كل لحظه من اجل ان تكون ذلك الترميم يعني شيء خاص اعتقد ان هذا المستوى باش يكون ذاك الشيء خاص بالجوانب هذه الشوارع تبقى المغربيه مهم بعد عندي لقاء تبقى المغربيه اورونج ديال ويت ولكن حطالي بيدك او بعض الاصلاح من سنت هو غياب المجموع ديال الوجيزات يتبدل العين اذا كسيت تجربه هذه المستويه مشكور مره اخرى تقنيين المهندسين ديال الجماعه كيت وكامل على مستوى البور وان شاء الله اليمنت اصلاح تلك الاشغال بمستوى او جودة تعبر باش تديروا استمراريه على مستوى الارتيسمو من ترميم تلك الشوارع باش العنصه باش يوقع ابني التسليم من الشركه اللي بناه يتوقع راس المشكل توقع ديري تحدى المواطنين داك السياسه تجيب شحال مال توصل ديك غادي نلقى شغل غنخشى الامكانيات اذا ما انا غنعرف فائض تمني للبارك تمني ديك الغاش الذي الاحياء في امس الحاجه خصنا مانيجا المدارس مانيجا الثانويات مانيجا توقيع قاتل وسن الحاله سيرتو خذي الاكري يخص نزود اتصل الاحياء سمانايا يجي حش النظاري خصنا فيه المدى مع المفاقر اذا ما دور الشرطه غنغ الشرطه من الخاصه تقعد وسط غيكيسن مازال على غنغي وسط التنديد مع الاسف الشديد البيئه تختلف تحتضر خاصه مستوى الكورنيش النظر سلعه تنفيذ على زي المشاكل خاصه الكورنيش النظر الوسخه خاص البيئه الشيء استخصاصها في البيئه ودرجه الحفاظ بها الالوان مثلا كيما يوجد البلد ديالك ديك التشجير في الحدائق تسدر بها تتلتل اذا بالنسبه للشرطه الاداريه تمنى تدخل تكرار سلبي تاع الكعبه وقهوة تكون مجهود ولكن تشتغل ركيزا يقرأ يشتغل يزود النص وفي الحال ما زال على ما هو عالي اسمه أقاف لنا نقول لي الشيء اللي حقنا كمعارضة لنا الشيء المجلس تجيبه معارضة تاريخ أبي كيموانا سواء معارض أو غير معارض تقدم إذا ما في إطار تساؤلات نقول لي حقنا الشيء أم حطا بالإيجاب من حقنا أم حطا بالإيجاب نشاري ما يلا ثالثا يشاري ما يشاري التليفونات مع الاسف الشديد يتوقع ولاد الاجتماعات ولا تسعيشه وسيت قصدي الموظف الموظف لان سعفك بفضلك يجي لجنه رياضه توافعو خصنا ما مش بوكيت شغل برغبه البعض الاخوان حتى شغل برغبه تبغى تمني غتحضر شو تقول تحضر هو الزاد كعنوان يقصوا من الناشط ولكن من حقي انا سيد الرئيس ديجا انما من حقنا ان نحضر لان يوالي بوحي قاش نسدعش مرا بوحي قاش نسدع اساسا لان خص نسدع جوست اعضاء مش تسقى الولايات خاصة الوقت يا عباد تما اثرت شوية من الولايات لان شتي كي دابا من حقنا نحطا نشتي مرا نقولو خطا بين انا شارع محمد الخامس قشرت مني او شريت المال الشارع محمد الخامس يعني الناس وجدوا نص شارع حاجة بالمستقبل مع مدينة المغربية نورمال صاحب النظر تسلسل تسلسل المغربيين وصاحب الجدار وش المريض إلى الآن. ونأخذ الميدان، ميدان الثمرة إلى حدود ميزانية 500 مليون باش التزامي بالجماعة أساسا نشأ 500 مليون باش تكون السنة 500 مليون على مستوى تقدير العبادات المخصصة هذه اللي ميدان إلى حدود منطقة جلوب سنشد الترابيه جامعة الترابيه هذا اذا شكرا مرة أخرى سي بشير على طرح هذا السؤال كنت أعتقد من أجل أن أغير المجلس إذا سوف تبتدئ من انطلاق الاعتماد الذي التزم بها يلتزم الحوض المالي مسيري للدين 500 مليون إلى حدود 800 مليون الشيء أولا سنكمل على مستوى الاعتماد المخصصة في طرف الجامعة الاتفاقية على أساس أنه يجب الأرتيكي في ميزانية من أجل النفقات التسجيل العقارات في املاك الجماعه خصوصا التسويه الكامله تاع المنازل في منطقه الجيريات في منطقه سوق الصبر سوق اولاديم يطلب بعض نشكر مره اخرى والجماعه وفرت الادويه الى درجه ليس فقط ومبيدات جماعه النظر فقط ايضا لانه تمد الدواء من النظر غير مشكل تسرد نموذج معاد لبرنساد النظر لاول مره جماعه النظر كشي خطيق لنا
نس نلقاي برينسار نلقاي قريه نلقاي حدادد نلقاي بوعار كيما هو جميع ادويه الاوديه لقاش اي غزوره النظر الاقليم النظري كمل سوني ربما ما تلاحظوا ينقصي بشكل اقرا مساله كاع يا سيبو الطائره النير نقص ايجار النس لمده اسبوع كامل نغطى مره الحمد لله وهذه مرحله ثانيه ايضا بنفس الطريقه بنفس النهجيه ما يتعلق بالقضاء على البعوض او الحشرات اللي تشكل مش مليح حفيده قوات هرموز 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 لا باش نجاوبوا شنو غير على مستوى الحشرات اما ما يتعلق بالحشره القرموزيه تيجي الحشره عندنا زيس المغرب وايضا على زيس النظر بادرت بتبعها حاجه الموضوع بتنسيق مع السلطه المحليه مشكورين ايضا على رئيس مسيد الفاشا على اساس الدخول وكذا مقاطعه ضمن المقاطعه الرابعه والخامسه الان قالت لنا براقه وعريض ومنطقه الثامنه حيدنا اجتثاث بشكل كلي لقاش اللي تهدش نكسيت تكمل نقص حتى عمليه التمر يعني الحفارات نقيت داخل باش خاص نقدر نقص فوارتي وثعدوا يجي مارشي على مستوى مشكورين الاخوان لونسا اخوان باش كلمه اخرى لونسا جماعة النظر السلطة المحلية على مستوى محاربة نقاش مشي تشوزي في القرية كما تمازال تشوز في دوي تشاط خصوصا ديال سيرين براقم اللي مجموعة مرات غاس تكال الحلفة يعني غاس تهدش أول شيء خاص الإخوان تهدش نغنى دونك المسألة هي قانون شي بشكل مكتف كما فقط المقاطعة الثامنة إخوان 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 الجمعيات مشكورين بتنسيق مع الجماعة أتوكل توكل لنا وأيضا يسيرون معنا من أجل القضاء على هذه بالمناسبة جينا جوابات قال جماعة نظام بلد تسار قال نقص خمس ست أيمار ميزانية ضعف طول ديال قبل إلى درجة نقص 300 ألف درهم فقط من أجل تنقية الأودية وتنقية الأودية قلت جماعة النظام فقط وحدس جرافات لقينا جميع الجرافات تجي جمعت النظور في اطار تنقيه الاوديه التي تمر على ماشي جمعه طلابيه النظور ان تقول حتى يحدد بعض المرات تلك الزوره بين تبعني بوعد مره تقدر تبين صار جمعت النظور لاول مره على ميزانيه استيمار وفاض مره على مستوى من ترقيه مثلا في مجرفات من مثل مجرفات من كذا